أيضا السيد أندري كوشكين أستاذ العلوم السياسية الذي ينضم مرة أخرى إلينا. سيد أندري، يعني أفتح معك ملف ما زلنا لم نتناول حتى الآن، مصير الأسد والأزمة السورية. يعني ضمن تصريحات الرئيس الروسي قبل قليل قال بأنه لا يمكن أن نوافق على أن يملي أي كان على أي كان من يمكن أن يتولى أمره، الشعب فقط هو الذي يحدد. يعني ما الذي يمكن أن تقرأه من تجديد الموقف الروسي الذي يبدو ثابتا بشأن الأزمة السورية ومصير الرئيس السوري؟ هذا مثال واضح، وهذا مثال لتتابع السياسة الروسية ولموقفها. والرئيس الروسي قد أعرب عن هذا الموقف بشكل واضح كل الوضوح اليوم. يكمن الأمر في أن روسيا تعتبر رئيس بشار الأسد رئيسا شرعيا، وهو يكافح مقاتلي تنظيم داعش بشكل فعلي وبناء. فلذلك الموقف الروسي لحد اليوم يجد تفاهما أمام العقول السليمة في أوروبا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن يتغير بشكل سخير الموقف الغربي، لأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يقول في البداية أن الولايات المتحدة لا تقبل شخصية بشار الأسد، وبعد ذلك هم أحجموا عن التشديد عن هذا الموقف المتشدد. فإن الرئيس الروسي قد أشار إلى إمكانية التقارب بين الموقفين الروسي والأمريكي تجاه تسوية الأزمة السورية بشكل سياسي، ويجب أن تكون هذه التسوية سياسية الطابع. فإن النطاق الأساسي كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتقارب وتتشابه بين واشنطن وموسكو، أثبت ذلك المفاوضات بين الرئيس بوتين ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. فهذا يعني أن تسوية الأزمة السورية تقترب إلى النقطة الفاعلة أو إلى الاستعداد وإقامة الانتخابات. أما الشعب السوري فهو يجب أن يقرر ما هو الرئيس الذي يحتاج إليه. نعم، طب سيد كوشكين، يعني ماذا بشأن إقامة اتصالات مع فصائل من المعارضة التي تقاتل فعلا تنظيم داعش كما قال الرئيس الروسي؟ ما هي أهمية إقامة هذه الاتصالات، ولماذا يحاول البعض التقليل من أهميتها أو حتى ينفي وجودها؟ هذه خطوة مهمة جدا، وكنا نعلن عن ذلك مرارا وتكرارا. فعندما وصل الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة رسمية لموسكو، وهو كان يناقش مع رئيس بوتين، وهذا موضوع سري، ولكن رئيس بوتين قد كشف عن مدمون هذا الموضوع. إذن خلال المفاوضات المباحثات بين الرئيس الأسد والرئيس البوتين تم التعبير عن ضرورة التعاون بين جزء من المعارضة المعتدلة التي ولو لم تقبل السلطات السورية وجودها، وبين النظام السوري. والرئيس السوري بشار الأسد قد قال إنه مستعد إلى البحث عن ترشيد العلاقات بين جميع القوى السورية التي يمكن أن تقف ضد وفي مواجهة تنظيم داعش. هذا أمر مهم جدا، أن رئيس بوتين قد حل هذا الموضوع بالتعاون مع رئيس الأسد، وهو يبحث عن التفاهم في الحلب الدولي، حول أنه لحد اليوم من المهم أن نبحث عن القوى العسكرية التي تحارب ضد تنظيم داعش. فهذا أمر مفتاحي ومفصلي لحل هذه القضية، بدلا من توجيه أصابع الاتهام إلى أي واحد عندما كانت واشنطن تتهمنا. نعم، سوف أعود إليك من موسكو مراسلنا أمين درغمي. إذا نواصل، ولتعليق ينضم إلينا السيد أندري كوشكين أستاذ العلوم السياسية. إذا سيد كوشكين، أبدأ بالسؤال عن أهمية الجانب الاقتصادي والذي تركزت عليه أغلب أسئلة الساعة الأولى من هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الروسي. كيف تقيم أجوبة الرئيس الروسي في هذا السياق؟
أعتقد أنه من المنطقي بناء هذا الحديث مع الصحفيين في هذا الترتيب، فهو يبدأ بالمسألة الاقتصادية. هذا أمر مهم لأنه لحد الآن الوضع الاقتصادي في روسيا يهم كل مواطن روسي. فإن هذا سؤال أساسي بالنسبة لمواطن عادي في روسيا، فالرئيس يرد على هذا السؤال، وهو قد اقترح وقدم للصحفيين المعدلات والأرقام الملموسة، فهي تشير إلى أنه في الاقتصاد الروسي وأيضا في المجال الاجتماعي الوضع ليس سيئا لهذه الدرجة مثل ما يقال في الوسائل الإعلامية الغربية أو كما يقول المتشائمون في روسيا. نعم، هناك منظومة ترشيد المجال الاقتصادي في روسيا، وهناك فهم مشترك حول ما يجب القيام به، وهناك أيضا فهم، والرئيس قام بتقييم نشاط كل وزارة وكل قسم والإدارة في الحكومة الروسية. هذا أمر في غاية الأهمية، فإن روسيا قد شهدت أن نظام الإدارة موجود وهو يعمل بفاعلية، فإن الصعوبات التي هي مؤقتة سوف نتجاوزها جميعا. نعم، طب يعني فيما يتعلق بجانب العلاقات الدولية، الملف التركي كان حاضرا بقوة في أسئلة الصحفيين، يعني ضمن أبرز أجوبة الرئيس الروسي قال بأنه لا أرى أفاقا لتطبيع العلاقات مع تركيا. هذا الجواب هل حمل أي جديد أم أن العلاقات كانت مرسومة للسير في هذا الاتجاه منذ حادثة إسقاط القاذفة الروسية؟ أعتقد أن هذه الأجوبة كانت موجهة للمواطنين الروس وخاصة الذين يعيشون في جمهورية تترستان الروسية. إن الصحفية من هذه الجمهورية قد طرحت سؤالا أساسيا، كيف يجب أن نتطابق بين العلاقات بين الشعبين الروسي والتركي والعلاقات بين الحكومتين الروسية والتركية. فإن رئيس روسيا قد قدم تحليلا مفصلا، يجب علينا ألا نساوي بين نشاط النخبة التركية والعلاقات بين الشعب الروسي والعالم التركي. فهذا أمر في غاية الأهمية، لأن جمهورية تترستان الروسية جزء لا يتجزأ من الاتحادية الروسية، فلذلك العلاقات مع روسيا التي كانت تتحسن خلال عقود من الزمن، هذه العلاقات التي تعطي لنا النتائج الإيجابية يجب ألا تدمر بسبب نشاط النخبة السياسية في الجمهورية التركية غير متوقع بشكل كامل. وكما قال الرئيس، هذا النشاط عدائي بالنسبة لروسيا الاتحادية. نعم، طب ماذا بشأن النقطة التي أثرها الرئيس الروسي بشأن وجود مسلحين من القوقاز تقوم تركيا باحتضانهم وتوفير الدعم لهم؟ يعني ما الهدف من إثارة هذه النقطة؟ إننا نعرف كل هذه القصة حول العلاقات بين تركيا والمقاتلين في شمال القوقاز الذين كانوا يقومون بالأعمال الانفصالية في روسيا في التسعينيات وبداية الألفية الثانية. طبعا في هذا الصدد نحن نفهم تماما أن تركيا تقوم بسياسة غير صائبة تجاه موضوع مكافحة الإرهاب الآن. فإن الرئيس الروسي قد وصف نشاط الحكومة التركية بعد قضية سو 24 كالطعن في ظهر روسيا، وقال إن تركيا قد اعتبرت نفسها قد اعتبرت معاونا لتنظيم داعش. نعم، إذن ابقى معنا سيد أندري كوشكين، سوف نعود إليك لمواصلة هذا الحوار. أعود إلى ضيفي هنا في الأستوديو هذا المستمر وتغطيتنا المستمرة للمؤتمر السنوي الصحفي للرئيس الروسي، وأعود إلى ضيفي السيد أندري كوشكين الذي يعود ينضم إلينا لأسأل. يعني سيد كوشكين، نقطة القاعدة العسكرية الروسية في سوريا، يعني ما أهميته وكيف تنظر إلى جواب الرئيس الروسي بقوله بأنه غير مقتنع بأهمية إنشاء مثل هذه القاعدة؟
إن رئيس بوتين كان يتحدث عن مسألة وجود القاعدة العسكرية الروسية في الأراضي السورية في إطار عالمي وفي إطار هيكلي، فهو قد أوضح خلال هذا المؤتمر الصحفي أن روسيا قد ضعفت وجود العسكريين في هذه القاعدة عند الاقتداء، وقد ضعف عدد العسكريين الذين يتواجدون في هذه القاعدة، وهذا عبارة عن أنه عند الاقتداء يمكن نشر القدرات الإضافية لتنفيذ الأهداف والمهام التي تطرح أمام القوات الجوية الفضائية الروسية. ولو كنا نتحدث عن أفاق وجود هذه القاعدة، ويجب أن ننطلق من أن روسيا قبل كل شيء تقوم بحماية أمنها وبتأمين مصالحها الأمنية عندما تقوم بهذه هذا النشاط في سوريا، وبعد ذلك روسيا أيضا تقوم بدعم النظام بشار الأسد والمعارضة السورية للقضاء على المقاتلين الإرهابيين. ولو كان هناك فيما بعد حاجة للحفاظ على هذه القاعدة العسكرية، فنحن إننا سوف نرى ما سيحدث. أعتقد أن هذا سوف يكون بمثابة قرار سوري سياسي وشرعي، وأيضا التعاون بين سوريا وروسيا. نعم، طب يعني سيد أندري كوشكين، كيف تنظر في ظل السياق الجيوسياسي الحالي؟ هل من فائدته، وهل يعني سوف تكسب روسيا الكثير في حال وجود قاعدة عسكرية لها في حوض البحر الأبيض المتوسط؟ конечно же в той ситуации من دون أي شك، ففي الأوضاع التي وقعت فيها الجمهورية السورية، وجود هذه القاعدة العسكرية لتأمين الاستقرار أمر ضروري ولازم. ولكن بالإضافة إلى كل ذلك، يجب أن نفهم أن هذه القاعدة العسكرية ترمز إلى وجود روسيا الاتحادية في هذه المنطقة، وهذا الوجود يهدف إلى بلوغ الاستقرار في المنطقة، ولو اقتضى الأمر لتأمين الاستقرار وحل للأزمات، يمكن أن يتم استخدام القوات الروسية من هذه القاعدة العسكرية للقضاء على خطر الإرهاب الدولي أو ما يسمى اليوم بالدولة الإسلامية. نعم، طب يعني نعود إلى نقطة مهمة مرتبطة بإنشاء هذه القاعدة وسبب الحديث عنه، وهو بالتأكيد التطورات التي شهدتها الحدود السورية التركية بعد إسقاط القاذفة الروسية من قبل الجانب التركي. وهنا أسأل عن يعني جواب الرئيس الروسي بشأن عدم وجود طرف ثالث مستفيد من الأزمة والخلاف القائم بين روسيا وتركيا، يعني ما مدى واقعية وجود طرف ثالث فعلا يحرك أو يدير الأزمة بين الجانبين؟ الشيخ مانولو ضيف الكريم في الاستوديو وقد أظهر إمكانية وجود الطرف الثالث وهو الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رئيس بوتين لم يسمي هذا الطرف بشكل ملموس. ولكنني أريد أن أقول لكم إن الرئيس قد شدد على ذلك عند رد على هذا السؤال، فهو قد أشار إلى وجود مشروع تجاري معين يصب في مصالح الأطراف المعينة، وأنا أعتقد أن النخبة السياسية التركية أيضا تهتم بهذا المشروع التجاري، ويدور الحديث عن تهجير النفط من سوريا. ومن الطبيعي أن تنظيم داعش يعتبر آلية يتم استخدامها من قبل تلك الأطراف ومن تلك رجال الأعمال السود. أما الذين يهيمنون على هذا المشروع من طرف هم أيضا أطراف مهمة في هذا النزاع المؤقت. ها هو رأي الخاص والشخصي حول هذا الموضوع. أعود إلى السيد، أو أشكرك إذا إلى هذا أو إلى هذه النقطة. نكتفي بهذا القدر معك السيد أستاذ العلوم السياسية أندري كوشكين، شكرا جزيلا لك، وأعود إلى ضيفي.